نتمنوا بعين الاعتبار الولايات تبسها ككل ومناطق الظل خاصة باش نرتقوا بوابة الجزائر خاصة في المستشفيات، لأن نحن نعانوا باش ننتقلوا. عندنا سبيطار في الحوجبات في البلدية الأم، سبيطار يخدم وقت برك في بوشبكة في البوابة، يعني لا قدر الله كارثة بين الحدود مثلا، لا قدر الله قدر الله قداش من حالة تموت في الطريق، نمشوا حوالي 20 كيلومتر و50 كيلومتر باش نقدروا ندوا واحد طلع عليه لاطونسيون ولا حكم سكر. شوفي الأخت هذا علاه قلت يفترض اختيار الأنسب الأصلح من خلال المنتخبين. هي الأخت راهي رئيس أعطى تعليمات صارمة في فتح ملف مناطق الظل، واليوم رانا في هذه البلدية هي تعتبر من مناطق الظل، فيفترض على المسؤولين المحليين أنهم يطبقون بصرامة تعليمات الرئيس، لأنه من غير المنطقي 2024 نتكلم على إسعاف سيارة إسعاف، من غير المنطقي عدد سكان يتجاوز 10,000 سكن مازلنا نكلم ما كانش مداومة تاع طبيب. ففي نظري هناك قفزات نوعية، هناك فتح ورشات فعلا، الماء، الطرقات، شبكة تاع المياه، تطهير لأول مرة رفع الغبار، ولكن لازم نكمل المسيرة. فهناك بعض المناطق في نظرنا ونحن نستمع من خلال تأدية الحملة الانتخابية نستمع لآراء السكان، فماذا بنا المسؤولين المحليين على ولاية بسا أن يطبقون بحذافير تعليمات رئيس الجمهورية.